سلام، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. بون، الفيديو تاع اليوم حيكون تكميله لو برودوي فيكتوريال باسكو ما كملتوش مره اللي فاتت. بون، هنا في الفيديو راح نكمل لكم الحسابات تاع المره اللي فاتت. حنا قلنا لهنا تلكم هذا ليكزامبل تاع البرودوي فيكتوريال. هنايا دي تكملوا لهنا كامل تحسبوا تلقاوها ناقص 30 اي زائد 40 جي ناقص 10 هكا. هنايا ما تنخلوش من هذا الحسابات نورمال باسكو على حسب البرودوي اللي يعطوه لكم هنا اونت ا اي بي. ودوكا نكملوا الفيديو تاع اليوم. هنا عندنا اكزامبل دان ابليكاسيون دو برودوي فيكتوريال. هنا دي يعطونا موفمون دون فورس محسوب عزم قوه. هنا دي يعطونا اون فورس يقول لك زعما احسب هذا العزم تاعها. هنا ما تنخلعوا لا والو. هنا عندنا عزم قوه نرمزوا له هكا طو طو. ماذا يساوي؟ هو R سكار فيكتور F اللي هو واش هو هذا؟ هو R في لا فورس في سينوس الزاوية في ال U طو. هنايا اليونيتي تاع لا فورس لهذي. هذا هو القانون تاعها اون جينيرال. دوكا عندنا انتربريلاسيون جيومتريك دو برودوي سكالير لهنا كي يعطونا لاغ دو بالالوجيغرام محسوب لا سيرفاس. لهنا كي يعطونا نحسب المساحة تاع دو سكالير. زعما يعطونا سكالير هنا نرسمو ال A و ال B و نحسب هذه المساحة اللي بيناتهم. هذيك المساحة اللي بيناتكم بيناتهم كيف نحسبوها؟ نحسبوها هو طويلة تاع ال A فيكتور B. واش معناتها؟ معناتها لهنا ديك اللي مولي تحسبو ذاك البرودوي فيكتوريال تاع هذوك تاع ال A و ال B واش تروحو ديرو لهم؟ تروحو ديرو لهم موديل تاعهم هي ديك المساحة. هنا دي يكون عندنا مربع ولا شغل هكا ولا معين ولا بصح لو كان زعما يقولنا بلي مثلث هنا هذاك النتيجة اللي نصيبوها ونقسموها على اثنين. هذا هو المثلث باسكو عنده ثلاثة ماشي أربعة. دوكا لو برودوي ميكس دو تخوا فيكتور صافي لهنا كي يعطونا لو برودوي تاع ثلاثة أشعة صافي يعطونا ال A و ال B و السي ماشي يعطونا غير ال A و ال B. هنا واش نروحو نديرو؟ حنا ديجا طاونا إحداثية تاعنا هادو طاونا البرودوي بيناتهم. هنا واش نروحو نديرو؟ الحاجة الأولى هنا عندنا البرودوي A في ماذا؟ B فيكتور C نروحو نحسبو هذا طاونا ثلاثة في أشعة. واش نروحو نديرو؟ نحسبو البرودوي اللي تاع برودوي فيكتوريال تاع ال B سكال B فيكتور C ومن بعد نضربه في ال A. واش معناتها؟ معناتها انه كيما درنا في البرودوي فيكتوريال تاع هذه هنا نكتبو هذا ثلاثة. واش راح نديرو؟ راح نديرو كيما قلت لكم ديك الطريقه تاع هكا وهكا. واش راح نديرو؟ صافي هذه ال ax واش هي؟ هي ال b y في ال c z ناقص ال c y في ال b z ونضربوها في السي اكس. في السي اكس هنا بالنسبه للاولى، في السي اي بالنسبه للاي غاك بالنسبه للثانيه، والازد بالنسبه للثالثه. هذه سهله مهنا ديجا مادام حكمتو هذيك تاع برودوي فيكتوريال هذه تجيكم سيومون سهله. دوكا كي يعطونا زعما هذا الشكل يقولنا بون، هذا الشكل شغل ملخص تاع لو كان يعطونا ثلاثه دي فيكتور ويقولنا احسب لو برودوي فيكتوريال تاعهم كيفاه نديرو. هنا الاولى نشوفو ذا الشكل شوك فارم راسمينو، ترجمو جوغ مخطط كيما راني رسمتو لهنا. ها ترجمو جوغ هكا. هنا عندنا ال A السي ال B. هنا واش نعرفو القاعده واش تقولنا؟ تقولنا لو كان زعما ال B فيكتور سي في ال A. هنا واش معناتها محسوب ال شوفو هنا السي شوف ال B فيكتور سي صافي راهو هكا في A صافي راهو يدور هكا يعطونا ال A. شوف ال B فيكتور سي لو كان يعطونا سي فيكتور A صافي سي فيكتور A صافي هو في ال B. لو كان يعطونا ال A فيكتور B واش معناتها؟ محسوب A فيكتور B الكل في سي. هذه هي ها الترجمة تاعهم، حاجة سهلة مهلة صافي غير ترسمو هذا المخطط صاي. هنايا تعرفو دوك لي فيكتور. خلاص دوكا الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجوا هذا مع اصحابكم باه كامل يستفادوا معايا وشكرا.